الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر للأشقاء في فلسطين وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. في اليوم 159 من العدوان، شهداء وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة. بوتين يؤكد الاستعداد لاستخدام السلاح النووي في حال تعرض روسيا لأي تهديد. العاشرة صباحاً، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. وبداية هذه النشرة مع زميلتي آيات عبد اللطيف، أهلاً بك. شكراً حنان. أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته الطيبة للشعب الفلسطيني الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع إنسانية بالغة التدهور. وأكد الرئيس السيسي مساندة مصر قيادة وشعبا للأشقاء بفلسطين وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة. من جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني الاتصال الكريم من الرئيس السيسي، مؤكدا امتنانه والشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة لدعم الحق الفلسطيني، وداعين الله أن يعيد الله عز وجل الشهر الفضيل على مصر شعبها بالخير واليمن والبركات. استمرارا لجهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في شهر رمضان الكريم، وبتوجيهات من الرئيس السيسي، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. استمراراً لجهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في شهر رمضان الكريم، وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت اليوم الثلاثاء الموافق 12 من مارس عام 2024 طائرة النقل العسكرية المصرية ونظيرتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. أكدت مصر دعمها للمبادرات التي أطلقتها رئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بما في ذلك التحالف العالمي ضد الجوع والفقر وفريق العمل المعني بالحشد الدولي لمواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى جهود البرازيل في معالجة التحديات المتصلة بالديون العالمية وتوسيع الحوار بشأن إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية. جاء ذلك في مداخلة سفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جلسة الإحاطة التي عقدتها البرازيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أولوياتها خلال رئاستها الدورية لمجموعة العشرين. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الأسر الأكثر احتياجا وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدأت مؤسسة الجارح بتنفيذ أكبر مبادرة للإطعام وإفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال 22 مطبخا مركزي لتجهيز وتوزيع نحو 35 ألف وجبة يوميا ومليون وجبة على مدار الشهر في أربع محافظات هي الفيوم والجيزة
الجيزة والقليوبية والسويس، ويأتي ذلك بالتعاون مع 400 جمعية أهلية شريكة وقاعدية ومشاركة نحو 4000 متطوع لتعبئة وتوزيع الوجبات المطهية على المستحقين من خلال منافذ الجمعيات وحملات طرق الأبواب. قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع نحو 350 وجبة إفطار على الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة البساتين بحي غرب بمركز بني مزار بمحافظة المنيا. جاء ذلك ضمن حملة إفطار صائم والمستمرة خلال شهر رمضان المبارك. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية إحدى كيانات العمل الأهلي قامت بتوزيع وجبات غذائية ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظة البحيرة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث تم توزيع 2000 وجبة غذائية بمركز كفر الدوار، على أن يتم توزيع 20000 شنطة غذائية بجانب الوجبات الساخنة يوميا على الأسر الأولى بالرعاية طوال شهر رمضان. الفعالية اللي تمت النهاردة دي هي جزء من عدد أيام من شهر رمضان بنقوم فيها بتوزيع 2500 وجبة يوميا طول شهر رمضان، وجبات ساخنة، مرة لحمة مرة فراخ مرة سمك وبالتوالي كده. عندنا داتا كاملة بقواعد ان مين المستحقين الأسر الأولى بالرعاية، وموجود عندنا الداتا بتاعتهم بعت لهم لغاية عندهم، او بنجيب مناديب من مناطق معينه وبتتولى هي التوزيع، يعني عن طريق شبكه كده كل واحد يوزي في منطقته. يعني التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان فيه دور كبير جدا طول شهر رمضان، اللي هو حريص جدا ان احنا نوصل للكرتونه الاساسيه بطرق الابواب وفي نفس الوقت الوجبات الجاهزه زي ما حضرتك شايف النهارده. فالنهارده باذن الله المطبخ الكاتب اسس حوالي 2000 وجبه، هم باسم بيدي المتطوعين، هم اللي تم تنفيذ المتطوعين. طبعا الوجبه بتحتوي على جميع العناصر الغذائيه المتوازنه، من عصير، من رز، من مكرونه، من فراخ، من لحمه. في دفعه ثانيه باذن الله 20000 كرتونه. احنا طبعا يعني كنا حريصين جدا ان نزود عدد الكراتين السنه دي، فاحنا كنا حريصين ان اسبوعيا بيتم طرق الابواب بالكراتين اللي هي الاساسيه. طبعا حريصين جدا ان تكون الكرتونه فيها جميع احتياجات الشهر الكريم، طبعا السكر، المكرونه، الرز، العدس، اللوبيا، طبعا كل بيت بجانب الوجبات بعد افراد الاسره باذن الله بنديله كرتونه رمضانيه باذن الله تكفي الشهر الكريم. النهارده بنحضر 2000 وجبه للبيوت الاكثر استحقاقا، طبعا ده من خلال قاعده بيانات شغالين بيها، بنطلع للمطلقات، الارامل، اليتامى، الناس اللي تستحق بجد، واحنا يعني فخورين جدا ان احنا بنوصل الحاجه دي لاهلها فعلا. مبسوطه جدا لان احنا بنوزع وجبات ساخنه على الاسر الاكثر استحقاقا في شهر رمضان، واحنا بنعمل طرق ابواب وطوال شهر الكريم طوال العام طبعا، بس بالاخص في شهر رمضان. أعلنت مؤسسة حياة كريمة بدء توزيع وجبات الإفطار على الصائمين بالأسر المستحقة ودور الأيتام والمسنين بالقاهرة والجيزة ضمن مبادرة سبيل، وتم توزيع أكثر من 520 وجبة غذائية متكاملة على الأسر المستحقة في حي الوراق بمحافظة الجيزة. كما شهد حي البساتين بالقاهرة توزيع المئات من الوجبات على الأهالي من المستحقين. وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أنه على مدار أيام شهر رمضان الكريم سيتم توصيل وجبات الإفطار لكل أسرة مستحقة. سجلت التحويلات المالية من الإمارات لمصر ارتفاعا ملحوظا عقب تحرير سعر الصرف، إذ يعود القرار بالنفع على المصريين المقيمين في دولة الإمارات. وتسهم هذه التطورات بشكل ملموس في زيادة التدفقات والتحويلات المالية إلى مصر. وتعد مصر إحدى أبرز الوجهات الرئيسية للتحويلات المالية من دولة الإمارات، حيث تأتي في المرتبة الخامسة بعد الهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش من حيث إجمالي عدد التحويلات الصادرة للأفراد من دولة الإمارات. Thank you.
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، والذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يوما. واستشهد عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا بشارع صلاح الدين شرق حي الزيتون، كما قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال شمالي وغربي خان يونس ومحيط مدينة حمد السكنية بالمدينة. بحث رئيس حكومة تسيير الأعمال بفلسطين محمد أشتية مع رئيسة المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة الأونروا الوزيرة السابقة للخارجية الفرنسية كاترين كولونا مجريات المراجعة المتعلقة بالادعاءات التي قدمتها إسرائيل ضد عدد من موظفي الوكالة في قطاع غزة. وقال إشتية إن حرب إسرائيل على الأونروا هي حرب ضد حق العودة واللاجئين، وهي ليست وليدة أحداث 7 أكتوبر بل سبقته كثيرا. وأكد إشتية ضرورة الحفاظ على الوكالة ليس فقط لأهمية ما تقدمه للاجئين الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، بل كونها ذاكرة تراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني. وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال مساعدة غذائية عن طريق البر للسكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريفة. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية بأن هذه المساعدة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك تأتي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين. قالت مصادر بالحكومة الألمانية إن القوات الجوية الألمانية ستشارك في عمليات إنزال مساعدات إنسانية من الجو على قطاع غزة، وذلك بناء على طلب وزارة الخارجية في برلين. يأتي هذا فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ربع سكان غزة يواجهون حاليا خطر المجاعة. قدم أكثر من 650 محاميا تشيليا شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو، وذلك بشأن جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقدم الشكوى وفد من المحامين مؤكدين أنه من المرجح أن ينضم لدعم الشكوى محامون آخرون من مختلف دول أمريكا اللاتينية. أعلنت وكالة الأونروا أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا على مدى 4 أعوام في النزاعات العالمية. وأكدت الوكالة أن الحرب الحالية في غزة هي حرب على الأطفال ومستقبلهم، كما طالبت الأونروا بوقف آلة القتل. قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التجويع يستخدم كسلاح في قطاع غزة. وشدد بوريل على أن وكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا تعد شريان الحياة الأخير للكثير من الفلسطينيين، مضيفا أنه يتم البحث عن طريق أو طرق بديلة لتقديم الدعم إلى غزة. صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان بأن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية بدون حماية المدنيين هي أمر لن يحظى بدعم الرئيس جو بايدن. واعتبر سوليفان أن الطريق إلى الاستقرار والسلام في المنطقة لا يكمن في اجتياح رفح الفلسطينية. أعلن برنامج الأغذية العالمي نجاحه في تسليم ما يكفي من الغذاء ل 25,000 شخص إلى مدينة غزة في أول قافلة ناجحة له إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير. وأكدت المنظمة الأممية أنه بعد أن أصبح سكان شمال غزة على حافة المجاعة، فإنه من الضروري توصيل المساعدات كل يوم ووجود نقاط دخول مباشرة إلى الشمال.
قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية إنها ستقاضي الدنمارك لكي توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى مخاوف من استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين خلال الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة. وقالت منظمة العفو الدولية بالدنمارك إنها تعتزم رفع دعوى قضائية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ضد وزارة الخارجية والشرطة صاحبتي القرار في اتفاقيات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء بفلسطين، وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية تكبد خسائر في الإنتاج تقدر بقيمة 2,300,000,000 دولار خلال الشهور الأربعة بسبب الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي. المزيد في العرض التالي مع الزميل محمد أنصاري. مشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم. يواصل الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر كبيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي امتد إلى الضفة الغربية، إذ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الاقتصاد تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها ب2,300,000,000 دولار. وأوضح الإحصاء الفلسطيني أن هناك توقفا شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية، لافتا إلى أن غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153,000 عامل تعطلت باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية. وشهد الاقتصاد الفلسطيني ركودا خاصة في قطاع غزة، وذلك بسبب عدوان الاحتلال المتكرر الذي شهده القطاع عبر السنوات السابقة، إضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرضه على القطاع. ولكن لا شك أن عدوان الاحتلال هذا ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، ما أدى إلى شلل في حركة الاقتصاد في كامل القطاع، خاصة بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية التي لا يمكن حصرها حتى اللحظة بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة. التقديرات الأولية أشارت إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية فقد نحو 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج بخسارة تقدر بنحو 1,500,000,000 دولار، كما خسر قطاع غزة 86% من إنتاجه الطبيعي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين. ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة بنحو 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%. لذا يتأثر الاقتصاد الكلي الفلسطيني بصورة كبيرة بالشلل الذي أصاب الحركة الاقتصادية، بينما لم تتوقف بشكل تام قطاعات الصحة والمخابز وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء. هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضا، حيث تسبب تجديد الخناق على محافظات الضفة وقطع التواصل بينها في عرقلة وصول البضائع من الخارج، ومنع وصول الفلسطينيين إلى مدن الضفة، ومنع وصول العمال للعمل في الداخل المحتل، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية على مدار العام تجاوزت 2 مليار شيكل، وكان آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول خسائر الانتاج التي تعرض لها قطاع غزة والذي امتد إلى الضفة الغربية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاورة لها. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اقتحام المدينة سبق اقتحام مخيم بلاطة بدقائق معدودة قبل أن تحاصر القوة إحدى العمارات. وفي مخيم بلاطة شهدت عدة آليات وجرافات عسكرية مع سماع إطلاق نار كثيف. استشهد فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين. وتقدمت قوة عسكرية إسرائيلية باتجاه مستشفى خليل سليمان الحكومي وفتحت النار بصورة مباشرة صوب مجموعة من المواطنين كانت تقف أمام قسم الطوارئ بالمستشفى، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح. فقام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانتهاكات قوات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين أزمة إنسانية غير مسبوقة بعد الارتفاع الحاد في نسب البطالة والتردي الكبير للوضع الاقتصادي. المزيد في التقرير التالي. أوضاع إنسانية قاسية يعانيها الفلسطينيون في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، ولسان حالهم يقول: بأي حال عدت يا رمضان. الشهر الكريم يحل على الضفة هذا العام مختلفا عن الأعوام الماضية، وسط ارتفاع حاد في نسب البطالة وترد كبير للوضع الاقتصادي. العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة فاقم أزمة الفقراء والمحتاجين نتيجة وقف العمل ومنع دخول العمال الفلسطينيين، ما تسبب في فقدان أكثر من 170 ألف عامل في الضفة الغربية مصادر رزقهم وتحولهم إلى صفوف العاطلين عن العمل. تلك الأوضاع غير المسبوقة في قسوتها دفعت الفلسطينيين للجوء إلى التكية التي تقدم وجبات للفقراء من أبناء العائلات الفلسطينية وممن تقطعت بهم السبل خلال الشهر الفضيل، وسط توقعات بتضاعف عددهم لهذا العام جراء تصعيد الاحتلال من انتهاكاته. مشروع التكية الخيري يهدف بالأساس إلى التخفيف من آثار الظروف الصعبة وسياسة الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، كما يهدف إلى تفعيل عملية التكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى كل محتاج دون المساس بإنسانية وكرامة الفقراء والمحتاجين في تلك الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في كل مكان. قال مسؤول في هيئة أركان الدفاع اليونانية إن سفينة عسكرية يونانية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أطلقت النار على طائرتين مسيرتين ودفعتهما إلى التراجع. وبدأت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر والتي يطلق عليها اسم أسبيدس في فبراير الماضي للمساعدة في حماية طريق التجارة البحرية الرئيسي من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي يشنها الحوثيون، وتشارك اليونان بفرقاطة في هذه المهمة. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً من منطقة يسيطرون عليها في اليمن باتجاه مدمرة أمريكية بالبحر الأحمر، لكنه لم يصبها ولم تقع خسائر مادية أو بشرية. وأضافت أن قواتها اشتبكت مع طائرتين مسيرتين أطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقامت بتدميرهما. قالت شركة الأمن البحري أمبري إن 20 مسلحا اعتلوا سفينة بضائع قبالة الصومال وسيطروا عليها، موضحة أن السفينة هي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم بنغلاديش. وأضافت أن الواقعة كانت على بعد 600 ميل بحري من شرق العاصمة الصومالية مقديشيو.
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني سيلاحقان ويهزمان التمرد في كل مكان. وأشاد البرهان أثناء زيارته لأم درمان بعد تحرير مبنى الإذاعة والتلفزيون بكل من قام بتحرير المبنى والأحياء المجاورة، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية ستواصل حصار العدو في الجزيرة ونيالي والخرطوم. حذرت منظمة حقوقية من أن نحو 230 ألف طفل وامرأة في السودان مهددون بالموت جوعا. وقالت منظمة Save the Children غير الحكومية إن المعارك التي تشهدها البلاد أدخلت السودان في واحدة من أسوأ الأوضاع الغذائية في العالم، موضحة أن نحو أكثر من 2.9 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و729 ألف آخرين دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو أخطر أشكال الجوع. قال برنامج الأغذية العالمي إن المساعدات الغذائية المقدمة لمئات آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد وبعضهم على شفا المجاعة ستتوقف الشهر المقبل ما لم يتم تقديم مزيد من التمويل. برنامج الأغذية العالمي يعود مجددا ليدق جرس الإنذار بشأن الأوضاع في السودان الذي يشهد صراعا مسلحا منذ نحو عام. الإنذار هذه المرة يتعلق بالمساعدات الغذائية المقدمة لمئات الآلاف اللاجئين السودانيين في تشاد وبعضهم على شفا المجاعة ستتوقف الشهر المقبل ما لم يتم تقديم مزيد من التمويل. ومنذ اندلاع الصراع في السودان قبل عام تقريبا فر أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني إلى تشاد عبر الحدود الصحراوية الطويلة، وأصبحت البلاد حاليا واحدة من المناطق الرئيسية للاجئين في إفريقيا، حيث يبلغ إجمالي عدد اللاجئين فيها أكثر من مليون شخص. برنامج الأغذية العالمي يكافح من أجل توفير الطعام لجميع اللاجئين، والعديد منهم بالفعل لا يحصلون على وجباتهم كاملة، ويعاني ما يقرب من نصف اللاجئين السودانيين من الأطفال دون سن الخامسة من فقر دم حاد. برنامج الأغذية العالمي في تشاد أوضح أنه تم تخفيض عملياته بأساليب لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، مما ترك من يحتاجون إلى الطعام على شفا المجاعة، مؤكدا الحاجة إلى مانحين لمنع الوضع من التحول إلى كارثة شاملة. وذكر برنامج الأغذية العالمي أن مسار الإمدادات من تشاد إلى إقليم دارفور بالسودان حيث يتفاقم الجوع معرض للخطر أيضا بسبب نقص التمويل، ومع المزيد من الموارد سيتمكن برنامج الأغذية العالمي من تعزيز مخزون الغذاء قبل موسم الأمطار عندما تنقطع الإمدادات عن بعض اللاجئين في تشاد بسبب ارتفاع منسوب الأنهار. ويطالب برنامج الأغذية بشكل عاجل بمبلغ 242 مليون دولار لدعم عملياته في الأشهر الستة المقبلة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تزال في حالة استعداد قتالي ومستعدة تماما لحرب نووية، لكن ليس كل شيء يدفع باتجاهها في الوقت الحاضر. وأوضح في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية أن روسيا ستكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت سيادتها للتهديد، لافتا إلى أن استخدام الأسلحة النووية منصوص عليه في العقيدة النووية للكرملين، وسياساتها تحدد الظروف التي قد تستخدم فيها روسيا أسلحتها. قالت سلطات محلية روسية إن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى جهاز الأمن الاتحادي بمدينة بيلغرود الروسية، مشيرة إلى أنه لم يسجل وقوع إصابات جراء الهجوم، إلا أن المبنى تعرض لأضرار. يأتي ذلك فيما شنت أوكرانيا عددا من الهجمات بطائرات مسيرة على عدة مناطق روسية، حيث جرى تدمير أكثر من 30 مسيرة في الجو فوق منطقة فورنيج. قال حاكم منطقة رايازان الروسية إن النيران اشتعلت في مصفات لتكرير النفط بعد هجوم بطائرة مسيرة. وأكد حاكم المنطقة أن هناك عدة أشخاص أصيبوا جراء الحادث، حيث تم نقل شخصين إلى إحدى المستشفيات القريبة. قال مسؤولون أوكرانيون إن شخصين على الأقل قتلا في هجمات روسية بطائرات مسيرة وقنابل الليلة الماضية في منطقتي سومي ودونيتسك، وذلك بشرق أوكرانيا. وأوضح المسؤولون أن 30 شقة في مبنى سكني مكون من 5 طوابق تضررت، و15 منها دمرت بشكل كبير، فيما تم إنقاذ 10 أشخاص من بين الأنقاض. قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تجهز حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قد تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار في أول خطوة من نوعها منذ شهور، مع استمرار عرقلة الزعماء الجمهوريين بالكونغرس لمساعي تقديم أموال إضافية لكييف. ويتعرض مجلس النواب الأمريكي لضغوط لتمرير حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتعزيز المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وحصل التشريع على موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 70 صوت مقابل 29، لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يقاوم طرح مشروع القانون للتصويت. استدعت السلطات الروسية السفيرة السويسرية في موسكو احتجاجا على تصويت بلادها على إجراءات تسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة في سويسرا لتمويل إصلاح الأضرار بأوكرانيا، واتهم بيان لوزارة الخارجية الروسية سويسرا بالتحضير لسرقة ممتلكات الدولة الروسية تحت غطاء آلية تعويضات مختلقة بالكامل. وتعهدت موسكو باتخاذ إجراءات انتقامية حتمية إذا تم تنفيذ مثل هذا الإجراء. فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بترشيح حزبيهما لانتخابات الرئاسة في مواجهة هي الثانية على التوالي في ذلك الاقتراع منذ نحو 70 عام. كان بايدن بحاجة إلى أصوات 1968 مندوب للفوز بالترشيح، لكنه تجاوز هذا الرقم مع بدء ظهور نتائج الانتخابات التمهيدية في جورجيا قبل النتائج المتوقعة من ميسيسيبي وولاية واشنطن وجزر ماريانا الشمالية والديمقراطيين الذين يعيشون في الخارج. وحصد ترامب أصوات 1215 مندوب المطلوبة لتأمين ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، حيث أجرت 4 ولايات انتخابات بما فيها جورجيا التي يواجه فيها ترامب اتهامات جنائية بسبب مساعيه لإلغاء نتائج الولاية في اقتراع 2020.
نفى البيت الأبيض الاتهامات الروسية بأن الولايات المتحدة تحاول التدخل بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 من مارس الجاري. وجدد البيت الأبيض اتهامه لموسكو بالتدخل بالانتخابات في الولايات المتحدة ودول أخرى. جاء ذلك ردا على إعلان جهاز المخابرات الخارجية الروسي تلقيه معلومات تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم التدخل بالانتخابات الروسية، مضيفا أن الولايات المتحدة خططت لشن هجوم إلكتروني على نظام التصويت عبر الإنترنت. أعلن الأسطول البحري الروسي قيام عدة سفن تابعة له بعمليات تدريبات إطلاق نار من أنظمة صواريخ أرض جو ومدفعيات ضد أهداف جوية لعدو افتراضي خلال المناورات العسكرية الجارية في بحر البلطيق. وقال المكتب الصحفي للأسطول البحري الروسي إن جميع الأهداف تم تدميرها بنجاح نتيجة إطلاق النار، ويتمركز أسطول بحر البلطيق التابع للبحرية الروسية بشكل رئيسي في كالينغراد، وهي منطقة روسية تقع في بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي ناتو. أفادت النيابة العامة في باريس بأن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لها فتح تحقيقا بعد هجمات إلكترونية استهدفت عددا من الوزارات. وقالت النيابة العامة إن هذا التحقيق يتعلق بجريمة عرقلة نظام بيانات آلي ارتكبتها عصابة منظمة، وعقوبتها السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 300,000 يورو. وتعرضت مؤسسات حكومية فرنسية عدة لهجمات إلكترونية بكثافة غير مسبوقة. أعلنت مصادر حكومية بريطانية أن المملكة المتحدة تدرس تعديلات قانونية من شأنها منع أي دولة أجنبية من امتلاك مؤسسة إخبارية بريطانية. يأتي هذا فيما تنظر الحكومة في قرار السماح بشراء صحيفة تيليغراف. ووقع نحو 100 مشرع من جميع الأحزاب رسالة إلى الحكومة تتضمن مخاوف من إمكانية الرقابة والتدخل في السياسات التحريرية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعضاء حكومته الجديدة، ومعظمهم من الذين سبق أن تولوا حقائب وزارية، وذلك إصر انتخابات جرت في 8 فبراير. ووزع شهباز شريف 19 حقيبة وزارية عادت بأغلبيتها إلى أعضاء في حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية. ولتولي السلطة مجددا اضطر الحزب إلى إبرام اتفاقيات ائتلافية مع قسمه التاريخي حزب الشعب الباكستاني وعدة أحزاب صغيرة أخرى. طالبت الصين اليابان بإنشاء نظام تعويض على الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن إطلاق طوكيو المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية. وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية إن طوكيو رفضت الطلب، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهت إلى أن تصريف المياه آمن. كانت بكين فرضت حظرا على استيراد جميع منتجات المأكولات البحرية من اليابان منذ بدء إطلاق المياه في أغسطس الماضي. انفجر صاروخ أطلقته شركة يابانية خاصة لوضع قمر اصطناعي في المدار بعد ثوان من إقلاعه غرب اليابان، حسب ما أعلنت الشركة المشغلة سبيس وان. يذكر أن إطلاق الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 18 مترا من موقع في إحدى الجزر اليابانية قد تحول إلى كرة نار، ما دفع رجال الإطفاء إلى التدخل. أفادت شركة بوينغ الأمريكية تسليمها عددا أقل بكثير من الطائرات من عائلة 737 ماكس، بينما راجعت لجنة من خبراء الصناعة خطوط إنتاج الشركة المصنعة. ووفقا لأرقام بوينغ الصادرة، تم تسليم 17 طائرة ماكس لعملاء شركات الطيران في فبراير مقارنة ب 25 في يناير. وتتعرض الشركة المصنعة للطائرات حاليا
لضغوط لتحسين ضوابط الجودة في أعقاب حادث وقع في يناير الماضي. بدأ أفراد الضيافة في شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا إضرابا عن العمل، مما أدى إلى توقف رحلات الشركة المقلعة من مطار ميونخ بألمانيا. وتتوقع الشركة إلغاء حوالي 400 رحلة تؤثر على حوالي 50,000 راكب بسبب الإضراب. وتطالب نقابة مضيف الطيران الألمانية بزيادة بنسبة 15% في الأجور، وتريد أيضا الحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة 3,000 يورو لأعضائها العاملين في شركة لوفتهانزا. واقتصاديا، تعثرت شركة كانتري جاردن الصينية في سداد مدفوعات سندات باليوان في موعدها المستحق لأول مرة. وأوضحت وكالة بلومبرج أن ذلك يفاقم المشكلات التي تعاني منها مطورة العقارات الصينية، التي تواجه حاليا دعوى قضائية تطلب تصفية استثماراتها خارج الصين، ولم تدفع الوحدة الرئيسية التابعة للشركة داخل البلاد مدفوعات ديون مستحقة قيمتها 96 مليون يوان، والخاصة بسند يوان فائدته تبلغ 4.8% يستحق في 2026، لكن هناك فترة سماح 30 يوم لسداد المدفوعات قبل إعلان تخلف الشركة رسميا عن السداد. توقعت منظمة أوبك نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2,250,000 برميل يوميا هذا العام، مشيرة إلى أن إجمالي إنتاجها من النفط ارتفع بمقدار 203,000 برميل يوميا خلال فبراير الماضي. نتابع المزيد في التقرير التالي. أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك على تقديراتها بشأن الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والقادم دون تغيير، لكنها رفعت توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي هذا العام. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2,250,000 برميل يوميا في عام 2024 و 1,850,000 برميل في 2025، وذلك دون تغيير عن التقديرات التي ذكرتها المنظمة في تقرير فبراير. وأضافت أوبك أن إجمالي إنتاجها من النفط ارتفع بمقدار 203,000 برميل يوميا إلى 26,570,000 برميل يوميا خلال فبراير، وذلك رغم الجولة الجديدة من تخفيضات الإنتاج الطوعية التي بدأها تحالف أوبك بلس في يناير. وذكر التقرير أنه من المتوقع استمرار انتعاش نمو الاقتصاد العالمي في نهاية عام 2023 لتمتد إلى النصف الأول من العام الجاري، لذا رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 بمقدار 0.1%. كانت أسعار النفط شهدت استقرارا قبل سلسلة من تقارير السوق وبيانات التضخم الأمريكية، والتي قد توفر اتجاها للأسعار العالقة في نطاق ضيق. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5% لتصل إلى 82 دولار و33 سنتا للبرميل، كما ارتفع خام نايمكس الأمريكي بنسبة 0.6% عند مستوى 77 دولار و94 سنتا للبرميل. حقق
حقق البنك الأهلي فوزا مثيرا ومفاجئا على ضيفه الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 15 من الدوري الممتاز لكرة القدم. الفوز هو الرابع هذا الموسم للبنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز 14 من 16 مباراة وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز 13، بينما تلقى الأهلي الهزيمة الأولى له بالدوري ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز 10 من 8 مباريات وبفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر صاحب المركز 11. تلقى الزمالك خسارة مفاجئة أمام مضيفه الجونة بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب خالد بشارة في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الممتاز لكرة القدم. الفوز رفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة ليرتقي إلى المركز 6 في جدول الدوري، فيما توقف رصيد الزمالك عند 15 نقطة في المركز 13. تصدر المصري البورسعيدي الدوري الممتاز بعد تعادله مع مضيفه زد اف سي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب في إطار الجولة 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم. التعادل هو الثالث هذا الموسم للمصري البورسعيدي ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الدوري الممتاز من 14 مباراة وبفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز الثاني من 15 لقاء، بينما حقق زد التعادل الثامن له بالدوري ليصبح رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس. أسفرت قرعة الدوري ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الأهلي لفريق سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي، والتي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي الفائز من مباراة مازيمبي وبترو أتلتيكو في نصف النهائي. وتقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا في نهاية مارس الجاري، أما مباريات الإياب فتقام يومي 5 أو 6 أو 7 من إبريل المقبل. أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية عن مواجهة قوية بين الزمالك ومودرن فيوتشر، ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وفيوتشر في 31 من مارس الجاري، بينما يقام لقاء الإياب في 7 من أبريل المقبل. تستأنف اليوم مواجهات دور 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بينما يستضيف بروسيا دورتموند الألماني وفريق أيندهوفن الهولندي. وللمزيد في تقرير تالي. تستأنف مواجهات دور 16 من دوري أبطال أوروبا، إذ سيكون عشاق كرة القدم على موعد بمواجهتين من العيار الثقيل. يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، ويحظى الإنتر وصيف النسخة الماضية بأفضلية الهدف الذي سجله ماركو إرنيتوفيتش في الذهاب، وسيحاول الحفاظ على تلك النتيجة لمواصلة طريقه نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات. أما أتلتيكو مدريد فيدخل اللقاء وعينه على خطف بطاقة العبور إلى الدور المقبل، حيث يأمل في استعادة هدافه أنطوان جريزمان الذي غاب بداعي الإصابة عن 4 مباريات لم يفز فيها فريقه سوى مرة يتيمة. وفي مباراة أخرى يستضيف بروسيا دورتموند الألماني فريق أيندهوفن الهولندي، ويسعى الفريق الألماني إلى الوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى في آخر 3 مواسم بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. في المقابل يتطلع أيندهوفن للاستمرار في المنافسة على لقب البطولة،
خاصة أنه يهدف للتتويج بالثنائية مع اقترابه من حسم لقب الدوري الهولندي، حيث يتصدر الترتيب بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه. وقبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر حضراتكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر للأشقاء في فلسطين وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. في اليوم 59 بعد 100 من العدوان شهداء وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة. وبوتين يؤكد الاستعداد لاستخدام السلاح النووي في حال تعرض روسيا لأي تهديد. ودوما لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وتقبلوا تحيات زميلتي حنان عاطف وتحياتي أنا آية عبداللطيف.